السلام عليكم. اليوم نروحوا لولايه تاع تيزي وزو لنقف على الاشغال تاع المستشفى الجديد اللي راه قيد الاشغال ببلديه عين الحمام، واللي حسب الصور اللي عندنا راه في مرحله متقدمه حوالي 70-80% تبقى المرحله تاع التجهيز. وللعلم انه الشركه اللي تنجز هذا المشروع هي شركه كوسيدار الجزائريه. أترككم مع نهاية الفيديو. السلام عليكم.